السلام عليكم، بنرحب فيكم تاني في الفيوتشر اوف انرجي سبلاي اوتلوك، اللي هي الجزء الاخير في في الوحده الثالثه في ماده الفاندمنتالز اوف رينيوبل انرجي ان شاء الله. لما نيجي طب وين العالم رايح اذا ما صارش يعني بزنس از يوجوال في مجال ما فيش اي سياسات جديده، حنلاحظ انه العالم حيظلوا ماشي في الطريق اللي ماشي فيها، وحيظلوا الاحتباس الحراري يزيد في العالم، وهذا حيغير في العالم ككل من ناحيه انه الكوارث حتزيد، التلوث حيزيد في هذا المجال. الآن لو العالم اتخذ إجراءات في هذا المجال مثل التحسين في كفاءة سواء في العمليات أو الأجهزة، استخدام أكثر على مصادر الطاقة المتجددة سواء في مجال إنتاج الكهرباء أو مجال قطاع المواصلات، هنلاحظ أنه حيصير في تغيير في هذا العالم. نيجي نطلع على الأمثلة الموجودة عندها، مثلا هنا لما نيجي ل تي بي اي اس، بنلاحظ هنا اللي عندي 74 الموجود عندي من 90 راح في اتجاه 74 منها راح في اتجاه الكهرباء، 16% يعني هذا 65% اوف ديفوري. طلع عندي هنا الانتاج في الكهرباء قديش هنا من 45 و5 رايح في الاتجاه الموجود عند الهيدرو، يعني عندي 40 بيعطيني تقريبا 65% of the 40 بيتا جول with an efficiency of 35% في هذا المجال. الآن عندي الناتشورال غاز بيعطيني كمان 35% efficiency، 35% of the 40 بيتا جول جاية من هان with an efficiency of 45%. اللي عندي في ال 45 ناقص 5 بعطيني ال 40 اللي هي generated with natural gas and coal، اللي هي الرقم اللي احنا جبناه من هذا في التنتين اللي عندي. 65% and 35% share of coal and natural gas power generation maintained. The efficiency improvement of 1% per year. The hydro power increase with 3% per year. اللي عندي هذا اللي احنا بنطمح له. هذا الارقام الجديدة اللي بنتكلم فيها في business as usual في عندي. فانا بلاحظ انه الاستهلاك عندي عمال يعني هنا بحاجات بسيطة ايش اللي نزل ل 201 في هذا المجال، لانه انا رفعت الكفاءة في الموجود عندي. يعني في رياح التغيير 30% of the electricity should come from renewable energy sources. هذا والعالم صار يتجه في هذا الاتجاهات، وصارت الدول مطالبة بتغيير هيكليتها في الطاقة. مثلا مصر مطلوب منها 20% من الطاقة تبعتها تبقى من مصادر المتجددة في عام 2030 على سبيل المثال. هذه اتفاقيات موقعة دولية بين الدول على أساس يتم التعاون في هذا المجال. Feed in tariff for wind solar hydro and bio energy project، اللي هي ايش بيعطونا؟ بيعطونا تخفيض في الضرائب في هذا المجال او دعم هذه المشاريع. Promoting bio power and bio fuel بشكل اساسي. اذا بدنا نطلع فيهم في هذا المجال، يعني احنا بنصير الاعتماد كله على هذا المجال. دولة مثلا زي النرويج تقريبا حاليا 45% من الطاقة تبعتها جاي من طاقة الرياح، فهذا بقولنا وين المجتمعات رايحة. ألمانيا تقريبا رايحة ل 100% إن يكون renewables في هذا هذا المجال. طبعا هذا بده يصير تخفيض على الاستهلاك اللي بنتكلم عنه. هاي مثلا الهيدرو increase 9 بيتا comes from wind, solar and hydro. 37% renewable في هذا المجال اللي عندي، فبتصير عندي في 2 بيتا جول from البايوماس اللي بنتكلم عنه في هذا المجال. طيب
الآن لما نتكلم على الريفاينريز برضو بدنا نرفع كفاءة الريفاينريز في هذا المجال، وبدنا نركز على البايو فيول ريفاينريز والبايو والباور جينيريشن بشكل أساسي في هذا المجال. يعني لما يكون عندي 37 بيتا جول ناقص 9 ناقص 2 بيتا جول يعني 26 بيتا جول still come from coal and gas، هذا لسه اللي بنتكلم عنه عالي النسبة، على الرغم انه قديش احنا صار تحسين في هذا المجال، بس لساته بده شغل اكثر في هذا المجال. Long term contract keeps the power from natural gas power plants at the 2018 value of 16 بيتا جول. يعني عادة زي ما حكينا الناتشورال جاز العقود تبعته عقود طويلة الأمد، فعشان هيك بيبقى الاستثمار فيها عالي، فمش سهل انه تحول تبعد عنها، وهي أنظف من الفحم في هذا المجال وأعلى كفاءة من الفحم في هذا المجال، وعشان هيك في غزة بتكلموا على التحول للمحطة للغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي هو حل بس مش الحل الأمثل. هذا بيعطي إنه 52% efficiency، هو أحسن في الـ efficiency من التاني من الفحم اللي مثلا بيعطيني 41، 52 ل 41، لا في فرق عالي في الكفاءة في هذا المجال. هذا بشكل أساسي اللي بنتكلم فيه. طبعا لما نتكلم هاي هنا نزلناه ل 24، في عندي 10 بيتا جول، 16 بيتا جول في ناتشرال جاز اعطتني ثيري اوتبوت 31، هنا اعطتني قديش 24 من 24، هنا 16 من 31، يعني في تحسين عندي. هذا 9 من 9 بالنسبة للهيدرو والسولار واللي هان، يعني هذه أعلى كفاءة عندي في هذا المجال. 9 أعطتني 9، هاي الكفاءات العالية لما أتكلم في الإفشنسي. الناتشورال جاز من 31 أعطتني 16 اللي هي 52، والفحم من 24 أعطتني 10، عشان هيك بنلاحظ الكفاءة تقريبا يعني 1 على 2.5، 40% تقريبا. هاي السيناريوهات اللي في العالم، انه احنا القطاع اللي بده زيادة البايو انرجي والسولار، بس لساته مش مؤثر بالنسبة للأويل والناتشورال غاز والكول بشكل عام. هذه بعض بالملخص، اذا العالم ظلوا يعتمد على الطاقة اللي هي جاية من الفاصل فيول، احنا مصير العالم صعب في هذا المجال من حيث الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. لهذا السبب لازم العالم يروح في اتجاه تاني، اللي هو الاتجاه اللي بده يمشي فيه، الاعتماد على الرينيوبل انرجي بشكل اساسي. اليوم شرحنا لكم بشكل اساسي هاو تو ريد، how to construct, how to investigate the national or country balance report. يعطيكم العافية.